ايوك يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي من الزرار الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. وفيديو النهارده هو شويه مشتريات كده رفاهيه، بما ان الجواز قرب خلاص فبجيب اهم الحاجات. لو انت عروسه فهتستفادي اكيد من الفيديو ده، بس اوعي تنسي تعملي لي اللايك القمر، وكمان تتابعيني على التيك توك والانستجرام عشان بنزل فيديوز مختلفه عن اليوتيوب، ريفيوهات كده قصيره حلوه قوي. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه معايا هو طقم السكاكين ده، للاسف مش هعرف افتحه لانه وقع مني من جوه، فالسكاكين متفرطه كده والدنيا انا ملصماها بالعافيه. فبصوا انا مش جايبه شكل البومه ده، هوريكم الشكل اللي انا جايباه. بصوا يا بنات، ما كانش فيه اي شكل متوفر خالص غير الشكل ده، فانا جبت الشكل ده تمام، اللي هو لونه بينك كده، والسكاكين بتاعته والله مش عارفه جرانيت ولا سيراميك، بس انا كان ناقصني يعني طقم سكاكين تقريبا كده سيراميك. الطقم ده كان عامل 230 جنيه بالظبط، هو صنع في الصين زي ما انتم شايفين. الطقم ده شكله شيك جدا، هيكون شيك جدا في شكل المطبخ بتاعك، هيدي كده حاجه حلوه قوي للمطبخ بتاعك. بجد من الحاجات الفرحانه اللي انا جبتها وكمان خلصت منها يعني. وبعد كده جبت الشنطه دي. الشنطه دي يا بنات كنت مفكره شنطه محترمه كده، هي ب 55 جنيه، كنت مفكره شنطه احط فيها الملابس وانها ناشفه وكده، اتضح لي انها شنطه قماش، ولما احط فيها الملابس هي هتتنفخ، فانا مش عايزه كده، كنت حابه الشنط اللي هي الناشفه دي. بصراحه زعلت جدا لما لقيتها كده. ده شكلها اهو، يعني بجد ما حبيتهاش خالص خالص، وما انصحش اي حد يجيبها بامانه يعني. هاتوا الشنط اللي هي الناشفه دي. بعد كده حلوين جبت دي ازازة لبن. بصوا ده شكلها مرسوم عليها بقر زي كده. انا بحب قوي ما احطش اللبن في الكيسة، بحب افضيه في مكان، وبالذات لو ازازة لبن يعني شاريها من بره وكده، محبش ابدا انها تفضل جوه العلبة بتاعتها. مش عارفة، انا بحب انظم الدنيا وبحب كل حاجة تكون في مكانها، فحابة جدا انا احط اللبن في ازازة زي كده واخد منها بقى براحتي، سواء بقى للايس كوفي ولا الهوت كوفي ولا اي حاجه يعني. فده كده كان شكلها، كان سعرها 33 جنيه تقريبا، سعرها برده كان كويس وكانت ناقصاني فجبتها يعني. بعد كده بقى جبت دي يا بنات حصاله كده على شكل برده كاو. بصوا عجبتني قوي، وكان في منها الوان كتير بس مش عارفه ما حبيتش غير اللون ده، اللون اللي هو الابيض في اسود، لانها بجد شبه البقره قوي، يعني تحس ان البقره عايشه معاكي في الشقه كده، اللي هو يعني ايه ده. بصوا شكلها شيك قوي. دي كده يا بنات اللي حط فيها الفضه، مش عارفه ليها فتحه ولا لا، يعني اللي عنده حاجه زي كده يقول لي، مش عارفه فتحتها منين بصراحه، بس انا هبقى اشوف، اكيد ليها فتحه يعني وكده. وبجد شكلها حلو قوي، من الحاجات اللي عجبتني جدا بصراحه. بصوا يا حلوين، ده كده جراب احط فيه التليفون، ولو عايزه انزل الميه انزل، انا اصور نفسي وانا تحت الميه، دي حاجه كويسه جدا فكره جايباها عشانكم. تابعوا بقى القناه عشان انا هعمل لكم فلوجات تحفه جدا لما اسافر. بصوا ده شكله بصراحه من الحاجات برضو الحلوه جدا جدا اللي انا كنت نفسي فيها يعني، وبدور عليها وما صدقت اول ما لقيته جبته على طول. بصوا بقى هوريكم الشكل التاني دلوقتي، مش عارفة الشكل التاني فينه اهو. بصوا ده كده معطرات دواليب، طبعا انا هجيب معطرات دواليب سبراي، بس ده كده يعني من ضمن الحاجات. ده كده بريحة العود والمسك وكده، ودي كده بريحة البحر تمام. هي مش ريحة البحر القوية قوي يعني، بس يعني شبه ريحة البحر. الواحدة كانت ب15 جنيه يا بنات، ودي بتتعلق من الحبل بتاعها كده في الدولاب، بتدي ريحه اول ما تفتح الدولاب. لازم طبعا ترشي بيرفيوم وحاجات كتير، بس ده من الحاجات يعني اللي هتساعد. بصوا بقى جبت ده كمان، ده يا بنات صابون تاخديه معاكي في الرحلات، ده بقى حلو جدا، ده بالافوكادو، سهل جدا تحطيه في الشنطه بتاعتك، وشكل الصابون من جوه اصلا رقيق كده وجميل وبيدوب في الايد بسرعه. في روايح كتيرة جدا جدا، وفي اشكال كتيرة والوان كتيرة منه. انا ده ما اخترتوش يعني بالافوكادو، لا انا اخترت عشوائي يعني، قلت عايزة واحدة في الاوردر واتبعت لي دي، لانه عشوائي ممكن ما يلاقوش الريحة اللي انت طالبوها يعني، فيبعتولك اي واحدة عشان كمان عشمتش نفسي وكده يعني، فاهمين. وبعد كده جبت دي لاصقات العرق، تحفة قوي يا بنات فكرتها، وبجد هجربها وهقول لكم طبعا كانت ايه النتيجة.
دي بتلزقيها كده انتي جوه التيشيرت بتاعك، بحيث ان انتي لو عندك مناسبة نازلة خروجة صباحية وكده العرق ما يبانش في هدومك، فاهمين؟ هي دي الفكرة بتاعتها، فكرتها حلوة قوي وبجد هتبقى منقذة جدا. يعني مثلا في العفش بتاعي، في الحنة بتاعتي، نازلة الكوافير، رايحة اي حتة، رايحة مع خطيبك الصبح وبتتكسفي من شكل العرق. بصوا هما بيبقوا باكج كده حلوة قوي، عجباني فكرتها بطريقة فظيعة وبجد متحمسة جدا ان انا اجربها، واول ما اجربها اكيد هاجي اقول لكم تجربتي معاها كانت عاملة ازاي، بالذات ان دي لو طلعت حاجة حلوة فبجد هتبقى حاجة منقذة جدا للبنات بالذات في الخروجات. بصوا دي تقريبا كانت ب23 جنيه، حاجة زي كده، كان سعرها مش غالي خالص. مش عارفة، بصوا هي دي طريقة التركيب بتاعتها اهي، مش عارفة فيها كام قطعة، مش فاكرة بأمانة كانت فيها كام قطعة. اهي 12 قطع، يعني 24 واحدة، 12 جوز يعني 24 واحدة، تمام. فيا ريت يا ريت بجد تطلع كويس، لاني متحمسة لها جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف ايه اللي بعد كده. بصوا اشمها الاول، معلش. بصوا ريحة الشمعة دي، بصوا شكل الشمعة اساسا، هي يعني شكل الشمعة كده بابلز. الشمعة دي كانت ب33 جنيه، تمام. شكلها رائع رائع رائع، من شكل الشموع اللي جذبني، وبجد حلوه قوي شكلها. ايه الجمدان ده، انت ازاي حلوه كده، ازاي شكلك حلو كده اصلا. بصوا ده بابلز كده، هي بتتولع طبعا من الحته دي كده. دي يا بنات كانت ب 33 جنيه الواحده، دي سعرها اكتر من سعر شموع ايكيا. فهل انت هتطلعي احلى من شموع ايكيا؟ يعني انا اتمنى ريحتها، يعني استنوا كده، ممكن تقولوا مثلا عارفين خوخ مثلا، فاكهه كده على خفيف، داخله برضو في عطور الشرقي، تحس انها مثلا عود مع خوخ، يعني تحس ان هو ميكس كده ما بين الفريش والخوخ وكده، يعني هو ده اللي انا حاساه وده اللي انا مستنشقه من الموضوع. انا جايبه شموع كتير، مش كتير قوي، جايبه شموع عدد حلو، جايبه اللي هما الصغننين، وجايبه برضو اللي في جار، وجايبه الحاجات الفورت اللي زي كده. بجد بقى نفسي اجيب بتاعت باثم بادي عشان خاطر اكمل المجموعه الحلوه بتاعتي. بحب الشموع جدا، من الحاجات اللي بتهدي اعصابي قوي بصراحه يعني. وانصحك لو انت عروسه تجيبي عدد محترم من الشموع، هتنفعك جدا جدا بقى في الرومانسيه، وعارفين انتوا بقى الحركات دي كلها. بصوا جبت بقى الشماعه دي، الشماعه دي هتستغربوا منها، عايزه اوريها لكم بس بشكل كويس. دي شماعه للشوز يا بنات، لما تغسلي شوز جوزك او الشوز بتاعك، بتحتاري ان انت يا اما تحطيه كده عادي يا اما بتنشريه، وطبعا التنشير ده ممكن اي فرده تقع منك. ده بقى بصي بتحطي الشوز كده، بتحطيه في الكليبس ده والكليبس ده، وتقومي حاطاه في منشر داخلي او منشر خارجي لو حابه، بس يعني انا ارشح لك منشر داخلي افضل لك يعني وامن لك. بس كده بصوا ده شكلها اهو، برده ما كانش سعرها غالي، 23 جنيه ولسه نازله. ما اعتقدش ان في بنات كتير قوي شافتها او اشترتها، معظم الحاجه دي لسه نازله جديد، ما نزلتش قبل كده يعني، ما عدا الحصوله شفتها في كذا حته. بس كده حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتعملوا كمان لايك حلو قوي عشان تشجعوني الايام الجايه. وبس كده، يلا باي.